جو كله تراب ومعلق في الجو، معلق في الجو هوا وأتربة. اليوم طبعا الجمعة 27 يوليو 2018، ومع اليوم طبعا خبر نزل إن في خسوف كلي للقمر، أطول خسوف كلي للقمر في التاريخ، يعني تجاوز 100 دقيقة. الكلام ده بعد العشاء الليل، فربنا يستر. يعني الجو عامل ازاي؟ تراب وهوا ورياح، هوا شديد يعني، خط ورزق. لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب.